وما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة عن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق، حيث تعود العلاقات المصرية الموزمبيقية إلى فترة ما قبل تحرير موزمبيق في أواخر الخمسينيات والستينيات، حيث استضافت مصر عددا من حركات التحرير الموزمبيقية التي اتحدت فيما بعد في تنزانيا لتكون حركة تحرير موزمبيق في منتصف الستينيات، كما استضافت كوادر جبهة التحرير الموزمبيقية بعد تكوينها، وقدمت لهم العون السياسي والفني اللازم لإعدادهم لمرحلة النضال من أجل التحرير. واستمرت العلاقات المصرية الموزمبيقية خلال فترة حرب التحرير من خلال إمداد حركة تحرير موزمبيق بالسلاح والتدريب. تتسم العلاقات بين مصر وموزمبيق بالمتانة على ضوء دعم مصر التاريخي لنضال الشعب الموزمبيقي من أجل الاستقلال، وكون مصر إحدى أوائل الدول التي أقامت سفارة لها في مابوتو عقب استقلال موزمبيق مباشرة عام 1975. كما تحرص القيادة السياسية في مصر على تنشيط العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية الثنائية. كانت مصر من أولى الدول التي اعترفت بجمهورية موزمبيق المستقلة في عام 1975، وافتتحت سفارتها في مابوتو في سبتمبر من نفس العام كسادس سفارة تفتح في العاصمة الجديدة وأول سفارة عربية. شهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول السوق الموزمبيقية، بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلوها بالزيارات إلى مابوتو خلال الشهور الماضية، وبدأ بعضها بالفعل في تأسيس مشروعات لهم، فضلا عن مشاركة الشركات المصرية لأول مرة في معرض مابوتو الزراعي والصناعي والتجاري الدولي عام 2019. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، هذه أول زيارة لرئيس مصري إلى موزمبيق، والحقيقة أنه الرئيس السيسي حريص جدا على مد العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام وحجم التبادل التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام. حدثني أكثر عن أهمية هذه الزيارة، يعني خصوصا في الشق الاقتصادي والتجاري. صباح الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. مصر بتعمل دائما على الانفتاح على القارة الإفريقية. نعلم جيدا ان يعني منذ تولي السيد الرئيس وهو يعمل جاهدا على كيفية بناء علاقات استراتيجية مع القارة الإفريقية. القارة الإفريقية غنية بثرواتها، بتمتد بنا علاقات منذ عقود. السيد الرئيس بيكون قادر على لم الشمل الإفريقي، وبتحدث دائما أمام المؤسسات الدولية على العمل على كيفية توطين العلاقات الاستراتيجية لانعكاسها على العلاقات الاقتصادية. وطبعا السيد الرئيس في زياراته للقارة الإفريقية وخاصة في موزمبيق ذكر بالعديد من الأطر والعلاقات الاستراتيجية والدبلوماسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية. ويمكن حضراتكم تعلموا جيدا ان هو تحدث السيد الرئيس بالامس على حوالين كيفيه استغلال البنيه التحتيه في مد يعني الطرق ما بين البحر المتوسط وحتى جنوب القاره الافريقيه، واستغلال ايضا كمان العمليه الاستراتيجيات لتكوين منطقه التجاره الحره، وازاي ان يكون في ربط للتبادل التجاري ما بيننا وما بين الدول الافريقيه ما بيننا وبين بعضها. خاصة طبعا ان نعلم جيدا بتسليمه امس لرئاسة منظمة الكوميسا، وقد ايه اشادوا الدول الافريقية بان مصر قامت بمجهود كبير في السنتين الماضيتين. ايضا السيد الرئيس اكثر من مرة تحدث مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الاوروبية والعالمية كيفية ان يكون في تنمية استراتيجية داخل القارة الافريقية، وهذا النهج اعتقد هو الرؤية الخاصة بيتبناها القارة الافريقية.
صحيح يا فندم، ويمكن خلال حديثه بالأمس فعلا تطرق سيادة الرئيس كمان إلى التعاون في مشروعات عدة، منها يمكن السد التنزاني جوليوس نيريري العملاق لتوليد الكهرباء، وده الحقيقة أكبر دليل على التعاون بين مصر والدول الإفريقية. ولو تحدثنا على الخصوص عن موزمبيق ودعم مصر لجهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال. طبعا خلينا نقول ان من اساس العلاقات الاستراتيجية كيفية ان يكون في علاقات اقتصادية تؤدي الى تنمية حقيقية، واعتقد ان السيد الرئيس بالامس شرح قد ايه ان ممكن يكون في استفادة اقتصادية في تنمية العلاقات ما بيننا وما بين موزمبيق، وان يكون في تبادل تجاري والتنمية للاوضاع الاقتصادية. واشهر مثل النهارده بتتحدث عنه القاره الافريقيه هو التنميه في سد تنزانيا، وازاي استفدنا بالخبرات المصريه في بناء البنيه التحتيه وتبادل الافكار الاقتصاديه ما بيننا وما بين العديد من الدول، وان احنا النهارده بنشوفه ده قد ايه من التوافق السياسي اللي بينعكس على الاوضاع ما بيننا وبين مثلا موزمبيق. باول الامس كنا في السيد الرئيس في زامبيا، وان شاء الله بعد كده في عدد من الزيارات الاخرى. هو ده اللي بينمي العلاقات وقد ايه بيوطد العلاقات ما بيننا وما بين الدول الافريقيه. صحيح. طبعا بيكون في زياده من الطلب لحجم التبادل التجاري. للاسف طبعا نعلم جيدا المعوقات في بنيه النقل يعني، او الاوضاع الاقتصاديه في حركه الطرق، وقد ايه ان بيكون في معوقات في البنيه التشريعيه القوانين علشان تقدر تكون مسهله لحجم التجاره البينيه. هو ده للاسف اللي بيؤثر على مزيد من التبادل التجاري ما بين القاره الافريقيه وما بينها وما بين بعضها. صحيح. جزيل الشكر لك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات.